تسوية وضعيات الموظفين وتحسين مستواهم المعيشي، وأخص بالذكر الكتاب الإداريون والمحررون الذين ينتظرون إنصاف هذه الحكومة لهم. من تيزنيت يقول عبد المالك: ما هو جديد الحكومة من أجل تحسين وضعيات الطلاب الجامعيين؟ سؤال آخر: لماذا لم تعمل الحكومة على تنزيل مقتضيات نظام المساعدة الطبية، خاصة منها ما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة كمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع سي، حيث أن المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد لا يتمكنون من الولوج إلى العلاج المجاني ويضطرون إلى تحمل التكلفة الباهظة للدواء؟ إذن مشاهدينا، ضيوف البرنامج سيقومون بالرد على أسئلتكم من خلال متابعة النقاش مع عبد الرحمن. شكرا لك. إذن سيكر زيادة ديال هذيك أكثر من 30 سنة ما كانت زيادة في المنحة، راه كاينة زيادة هذه السنة دخلت حيز التنفيذ بنسبة تعتقد 50% إن لم تخني. نعم سي كريم. ذاكرة انا غير باش نرجعوا ربما الموضوع اللي قلتينا فيه سي عبد الرحمن جوج ديال المرات، في موضوع ديال الانسجام ديال الحكومه من عدم الانسجام وما يكتب وما هذه الصوره النمطيه كما شار حميد الدين من قبل قليل. انا نطرق لهذا الموضوع، ولكن قبل ذلك باش نجاوب الاستاذ، انا في البدايه قلت بانه الاقتصاد الوطني اليوم على الرغم من الازمه الدولية الجهوية وعلى الرغم من الإكراهات الحقيقية اللي كيعيشها، ولكن ما هو شيء في إفلاس وما هو شيء في وضعية متردية. بفعل إيش؟ بفعل إصلاحات جرية شجاعة ابتدأت منذ 98 لما نادى المرحوم الحسن الثاني بضرورة وقف النزيف، ياك، وإصلاحات عميقة مكنت اليوم من أننا نتوفروا على توازنات ماكرو اقتصادية قوية، مكنتنا أن نتوفروا على قطاعات اقتصادية واعدة. يعني تصوروا كيف كنا سنكون لو ولكن هذا لا ينفي أن هناك عجز متراكم حتى في الحكومة ديال التناوب التوافقي، كاين العجز مع أن مشكل حزب التقدم والاشتراكية أننا نقروا بالأشياء. نقول هناك عجز، ها هي أسبابه، وهل الذي يتعين عمله من أجل مجابهة هذا العجز. فإذا من هذه الناحية ما كاين لا تنصل من تجربة ولا شيء من هذا القبيل. بغيت نقول كذلك بأنه في موضوع الانسجام من عدمه، الذي يجب أن تحاسب عليه الحكومة ووزراء الحكومة هو القرارات، وماشي التعبير عن الآراء، وماشي الاجتهادات ديال الوزراء. هذه حكومة اللي جات من بعد ربيع ديمقراطي عشناه في المغرب بطريقتنا، حكومة اللي فيها أحزاب مستقلة في قرارها، حكومة اللي فيها وزراء كيتلقاو التعليمات طبقا للدستور من جلالة الملك ومن رئيس الحكومة وانتهى الأمر، ماشي من شي حد آخر كما كان في السابق مع كامل الأسف. أن تكون هناك مشكل تواصل، إجراءات، ما هي شيء إجراءات رسمية، ولكن في النقاش أن يخطئ هذا الوزير أو ذاك، هذا أمر اللهم يكون عندنا هذا الأمر مع ما يحتمله من خطأ ونصوب الأمور، أو يكون عندنا نعم. فإذا باش هذا الموضوع، وكذلك مع كامل الأسف باش ما نقولش وسائل الإعلام ونسميو الأشياء بمسمياتها وإن كانوا أصدقاء أعزاء بعض الجرائد، مع كامل الأسف عوض أن تقوم بالدور ديال اللي كيكون الرأي العام في الاتجاه الصحيح، كتخدم أجندات أخرى. أن يقال اليوم بأنه نحن نعيش وضعية انتكاسة من ناحية ديال تطور ديال الديمقراطية، هذا غير صحيح. نعيش وضعية تحكم واللي خرجنا منه، الله يا ودي، سبحان الله العظيم. الانحرافات التي كانت تهدد الانطلاقة القوية ديال التجربة الديمقراطية في البلاد، اللي انطلقت كما قلت مرة أخرى منذ 98 وتعزت أكثر منذ مجيء جلالة الملك محمد السادس، وكتفتح قدامها آفاق جديدة، وبدينا كنتذكروا على إصلاحات مهيكلة استراتيجية اللي غادي تأدي البلاد العشرين وثلاثين وأربعين سنة إلى الأمام. في وقت ما بفعل التحكم كنا نتمنى صادقين كوطنيين صادقين بغض النظر عن الحسابات الحزبية الضيقة، فعلا أن تكون تجربة ديال كل الديمقراطيين مجددة فعلا للديمقراطية، مستقطبة لنخب جديدة. لا، ولكن ما دارت هذا الشيء، هي استقطبات الكائنات الانتخابية
و بدا مسلسل ديال التحكم في المشهد السياسي والحزبي، وبدات هناك اراده واضحه ديال اصطناع الخرائط وديال الضغط وديال استعمال وسائل الدوله واستعمال امور اخرى، وكنا انذاك كنا سنكون في وضعيه لا نحسد عليها لو لم نتم او لم يتم هذا الاصلاح الدستوري ولم يتم ذلك التجاوب ما بين القوى الوطنيه الاساسيه والمؤسسه الملكيه التي اقدمت على اصلاح جري. بغيت نضيف باش ما نبقاوش كنناقشوا اشياء اللي ما اعتقد الاول لا تهم المواطنين، ثانيا يجب ان نتجاوز هذه الاشياء. هذا نقاش ديال 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 8 شهور و9 شهور وعام. اليوم هناك انتظارات ديال المواطنات والمواطنين، هذه الحكومه يجب ان تحاسب انطلاقا مما تتوفر عليه مرجعيات، وما كانت شي جالسه هاد 8 شهور و9 شهور ما جالسه شيء. الحكومه عندها برنامج حكومي وعندها ميثاق ديال الاغلبيه، ومختلف الوزراء ان لم اقول كل الوزراء قدموا مخططات قطاعيه مضبوطه باجندات واضحه. الحكومه اليوم في طور ضبط الاصلاحات والتدابير ذات الطبيعه الفوريه الاستعجاليه المرتبطه بالخصوص بقانون الماليه، المرتبطه بالملفات الاقتصاديه والاجتماعيه الاساسيه التي يجب ان تنفذ في محر السنه المقبله، ثم بعض الاصلاحات المهيكله الكبرى اللي قد تتم تدريجيا على امتداد الولايه التشريعيه. في سياق ذلك وهذا هو الجديد ايضا، في سياق ذلك الحكومه ما كدير شيء. الخطاب ديال الديماغوجيه والشعبويه، كدير الخطاب ديال الواقع على المواطنات والمواطنين ان يعلموا الاكراهات الحقيقيه اللي كتشغل في ظل الحكومه، ولا وما لم نتمكن من احداث تلك التعبئه الضروريه حول هذه الاصلاحات ما يمكنناش ننجحوها. وفي هذا السياق يتعين ان نذكر كلما اتيحت الفرصه بان الامر يتعلق بمرحله تاسيسيه لا يمكن ان تتم الا في اطار حد ادنى من التوافق بما في ذلك مع في المعارضه بالخصوص فيما يتعلق بالقوانين التنظيميه. شكرا. سبحان الله العظيم، احنا اللي نتجاوزوا ولكن المشاهدين الكرام ما يحكموش كل اللي جبد الاخر، كيبان لي كشكلوا عقده لهاد الناس. لا وفي نفس الان كتقول تجاوزوا، وتجاوزت انت من الصباح وانت كتكلمتي الاخ الكريم قبيله، انت انا هضرت على البلاد قطع علينا قطعتكم العام خصو يتجاوزوا كيقنطوا صبروا شويه بقات غادي نعطيك انت صمت. السي عبد الرحمن، التصور ديال بالكيران تحرقوا في تفلت تواقع ديجاج ارحام ترفعات فوجه بالكيران في جمعات، شنو غنقولوا؟ ولا جبدوا راه كانت ترفعات صوار ديال الرموز، شكون اللي كان كيخلص داك الشيء؟ وهذا الشيء الصور ديال بالكيران اللي تحرقت حرقوها المواطنين. ترشح انت وسي بالكيران في شي بلاصه وشوفوا شكون اللي حرقوا التصاور ديال. يلا نديروا انتخابات سابقه لاولها. حتى مشكل. نديروا انتخابات سابقه. هذا مقترح بسيط. غيتنازل. وانا السي بن عزوز انا من تفلت وكاين يعرف. الله يخليك خليه يتكلم هو ما قاطعكمش فعلا. السي عبد الرحمن، ولو وصلنا للمسائل الشخصيه حاجه اخرى عاود ثاني. وانا مستعد لكل شيء. ان عادوا عدتوا. انا جيت في الاول قلت غنرفعوا المستوى ديال النقاش، ولكن كل مره كيتكرر نفس الكلام. هاد الاحزاب الاصوليه اللي كنسميها انا الظلاميه، هذه دائما كانت كدير حروب بالوكاله، استعملت من طرف المخابرات لتصفيه المناضلين الحقيقيين، ثم جيء برجل القصر وجمعهم في حزب لوضع العراقيل امام التطور الديمقراطي اللي بدا مع حكومه التنوب التوافقي. هذه هي الحقائق. الحمد لله رجل القصر بعد الحمد لله. وي بيان سور. غير وضح في العهد ولا وضح العهد باش ما يكونش الخطا. لا قلتها. لا ان هذا هذه كنقولها للمره الثانيه. لا وضح العهد، لا وضح السياق التاريخي ديال هذا الكلام ديالكم. قلتها. هذه من الحزب ديالكم اتهم رئيس الحكومه بانه السي عبد الرحمن، واش انا قاطعت شي حد؟ لا تفضل، غير تنطلب منك. لا وضح السياق. الله يخليك اسيدي، وضح السياق التاريخي ديال الكلام ديالك. كنوضح لان هذا الكلام. لا بحيث المشاهد انت تعني واحد الفكره. هذا الكلام ماشي اول مره كنقولو، قلته في قناه اخرى هذه واحد العامين في مواجهه ديال في نقاش مع واحد الاخ راه دابا وزير في الحكومه، وقلت هذه المساله لان كل مره انتم القصار وانتم الدوله وانتم
السيد اللي جمعكم مؤسس بكم الحزب راه ولد القصر مرحوم كاين الخطيب الله يرحمه برحمه الله داخل خارج القصر يعني شنو عندكم شنو العقده اللي عندكم مع القصر ولا كان حنا اللي ساهم معنا كانت عنده علاقه ديال الدراسه وديال كذا مع جلاله الملك عندكم عقده مع هذا مع ديالكم ما عندكمش عقده هذه هي الحقيقه ديال الاشياء اليوم كيزايدوا علينا بهذا الكلام كله انا كنقول نوصل ابعد من ذلك انا اشك حتى في النوايا دابا ديال هاد الناس باغيين يديروا بالبلاد فين باغيين يوصلوا البلاد لان مثل هذا النقاش اللي ما كيلامسش القضايا الحقيقيه ديال الناس القضايا الاقتصاديه كيفاش غنعالجوها تقول لي المقاصة باقي ما كاين حتى حاجه في المقاصة الى حد الان تنشوفوها حتى هي الكلام على الاقل دابا هنا باش نفتح هذا القوس حنا في حزب الاصل والمعاصره ندعم المبادره ديال الاخ الامين العام مصطفى البكوري اللي قال على انه هذاك الشيء اللي كيجي من صندوق المقاصة وضعوه في حساب خاص في انتظار الحزب يشوف الاجراءات القانونيه وكذا والمسطره باش نشوفوا كيفاش غتصرف اجتماعيا وحنا المناضلين ديال الحزب كله مورا السي البكوري في هاد المبادره ونتمنوها وغنمارسوها في انتظار النقاش الحقيقي ونقولوا راينا في صندوق المقاصة كيفاش اسمح لي واخا قطعتك ما فهمناش الاقتراح ديالكم في نواف هذا ايوا ما كيتصنتوناش الحوار ديال السي البكوري تنشر في الاحداث المغربيه ايوا بليتو في اسمو ايوا طويل ما كيقوارو السي يقول بالضبط في هذا الموضوع ديال المقاصة ما فهمناش الاقتراح اللي قلت اسمح لي اخويا ماشي الخطا ديالي ما قريتيش الحوار رجل السياسه كيتبع كل شيء دابا عطينا مقترح ماشي بغى يستفد ماشي بغى يزيد المقترح راه قلتو المشاهدين سمعوا المشاهدين سمعوا المقترح اذا قلت على انه رجوعا اذا هذا فيما يتعلق بالمقاصة والمسائل الاقتصاديه احنا مستعدين للحوار ولا كانت نيات صادقه ولا كانت المزايدات هاد الناس ما عندهم ما يعطيو وشي مرات كنقولوا الله ينعل الشيطان يعني ربما كنقولوا فقدوا الشيء لا يعطيه ما عنده ما يعطي في هذا الشيء لانه ما جاش لهذا الشيء جا حوايج اخرى كنقولوا الله ينعل الشيطان لا راه ممكن هاد الناس حنا ما فاهمين لهمش كنا نتحاوروا حول القضايا الحقيقيه وفي كل مره كتجي تناقش معاه كيجبد لك نقاش هامشي الهروب الى الامام لا هو الاصل والمعاصره كذا لا هو التحكم لا هو كذا من يتحكم اليوم هاد المنطق هاد العقليه ديال الطمس 50 سنة من النضال ديال المغاربة ماشي هذه هي عقلية الاستبداد والتحكم غا هو اللي كاين بوحده طمس كل شيء وهذا الأمين العام ديال حزب العدالة والتنمية وهذه هي العقلية الحقيقية لأن شي مرات زلة اللسان تعبر ما هو كائن هنا في الدماغ وفي القلب وهذا الشيء اللي وقع الرئيس الحكومة إذا فبالتالي ما يزيد علينا حتى واحد بهذه القضية لا واحد هذا الشيء ديال الكائنات الانتخابية اللي كيقول الأخ أنا كنعرف واحد العادة ديال النواب ديال البي بي إس كنعرفو واحد بواحد زعما بلا ما نزيدو على النواب المحترمين ما عرفتش الأخ واش نائب ولا لا ولكن ولا كان نائب تحت قبة البرلمان لا كنت كتقول الحزب جمع الكائنات الانتخابية وكذا ما عرفتش شكون هذا الحزب هذا ماشي فهمي شكون هذا الحزب اللي تأسس قلتي الحزب تأسس في 2008 وجمع الكائنات حزب واحد هو الأصل والمعاصرة وأنا كنعرف النواب ديالكم حبيبي وعارف شنو عارف شكون هما وعارف الدوسة ديالهم لا يهديك أنا كنعرف الكائنات إيوا اسمح لنا لأنه اسمح لنا يا حبيبي تحت قبة البرلمان كل من يتدخل يوجه الكلام ويدعو البرلمانيين بالسادة النواب المحترمين حتى واحد ما كيقول يا أيها الكائنات الانتخابية احترموا لنا شوية الناس إذا ما نزيدوش في هذا الشيء هذا عافاك نرجع لواحد النقطة ديال المخطط التشريعي ونزيد نأكد عليها لأنه في غاية الأهمية للتطبيع المؤسساتي والديمقراطي في المرحلة الجاية وهذا الشيء ربما الخلاف اللي عندنا مع بعض الإخوة اللي في الحكومة اليوم دازت هذه الأمور كلها دازت فاتح يوليوز داز 25 نوفمبر تشكلت الحكومة اليوم بغينا نطبع على جوج ديال الأمور على محورين المحور الأول هو التطبيق والتأويل الديمقراطي للدستور وهنا خصنا نتناقشوا ونتجادلوا ونختلفوا ما كاين مشكل في حول القوانين التنظيمية هذا الشيء باقي ما تفتحش والحكومة في يدها ماشي كما كيقول السيد رئيس الحكومة راه ما في يديش راه في يد الملك راه قالها رئيس الحكومة وشي مرات كيقولوا أنا غا رئيس الحكومة الله أكبر ما يمكنش راه المسؤولية ديال التأويل أو تطبيق الدستور مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان من طبيعة الحال. إذا هذا محور خصنا نشتغلوا عليه كاملين وكاين المحور الثاني هذا يعني المخطط التشريعي.
باش نبه الحكومه راه في هاد المده اللي دازت قانون تنظيمي واحد، وفي الفصل 86 من الدستور يتحدث عن انه ضروري من تطبيق او اخراج القوانين التنظيميه خلال الولايه التشريعيه ديال 5 سنين. يعني في 20% من الولايه يلاه نزل قانون تنظيمي واحد، وتصوروا معي 18 ولا 19 قانون تنظيمي اخر. يعني كي غنديروا؟ وكيهضر لي على الديناميه في البرلمان، شنو الديناميه في البرلمان؟ الوزراء كيغيبوا على اللجان، على الاقل اللجان اللي كانت راسو حنا في مجلس النواب، لانه النواب ديالنا كيعطيونا تقارير اسبوعيه شنو وقع في البرلمان، الوزير ما كيحضرش نهائيا، حضر جوج مرات وجمد كل شيء. هذه حقائق. حنا ما غنديرش بحال وزاره العلاقه مع البرلمان خرجت شي وشي نكر وشي كذا وشي كذا. اذا هناك عجز ديال الحكومه في هذا في هذا المجال. مازال نعم عندي شي كلمه في الاخر ولا ما عندي؟ لا غادي الكلمه الاخيره، لان ما بقاش الوقت راه يختم السي حنين. عفاك اقول لك الكلمه الاخرى. تفضل الكلمه الاخرى. ما يبقاش الوقت بزاف. الكلمه الاخيره اللي بغيت نقول، واخا الكلمة الأخيرة، هي ضروري أننا نعمل جميعا لعودة الثقة. راه الثقة ترسات، ومسؤولية الجميع، ما مسؤولية عن إياك وإياك يتوهم شي واحد راه هو البطل ديال الرواية. ماشي تفضل سمع شي حاجة جديدة في هذه المرة. أنا من خلال هذا النقاش تبان احنا في كمكون في المعارضة أن الرأي العام بدأت تقلق من المنهجيه ديال الاشتغال ديال الحكومه، وهذا نقولها بصراحه. فالوعود والخطابات الشفويه ما بقاش عندها ذاك التاثير، ويمكن لهاش تستمر، لان جميع الحكومات في العالم اللي تحترم راسها تقلل الكلام وتكثر الافعال. ولا خرج شي وزير او لا خرج شي نهار رئيس الحكومه يخرج بشي اجراءات عمليه وفي شي حاجات مهمه جدا. حنا دابا ولينا تنشوفوا رئيس الحكومة، هذا إيجابي، يمكن يكون إيجابي، ولكن تتميع الحياة السياسية. ما بقيناش عارفين كيفاش غادي نتبعوا هاد التصريحات وهاد الوعود وهاد الشيء، لأنه تخلق واحد التخبط، واحد الكيفية ما بقاوش المواطن تعطوه اهتمام، سواء صف وزير أو رئيس الحكومة تيتكلم ما تيهموش، لأن تعرفوا ما غايقول والو. وحتى واحد الصحفي كتب دابا تيقول لك أودي ولات نمطية، من اللي غنسمعوا السي بن كيران غيتكلم تنعرفوا شنو غادي يقول. إذن هذا الشيء هذا، لذلك حنا بغينا السيد رئيس الحكومة يلبس المعطف الدستوري اللي وضعوا له الدستور الجديد. كرئيس حكومة عنده صلاحيات واسعة، راه ما يبقاش يخدم بحال اللي كان في القديم وزير الأول، وتيقول لك أنا رانا يلاه مجرد رئيس حكومة. لأن الجوهر ديال الإصلاح الدستوري اللي كانوا يطالبوا به الفعاليات كلها هو التقوية ديال المؤسسة ديال السلطة التنفيذية. واليوم بالفضل ديال الدستور الجديد عطاه هاد الصلاحيات رئيس الحكومة، باقي ما شفناش رئيس الحكومة تيمارسها. ف تيبان هاد الشيء من خلال الأزمة الاقتصادية، ولا إجراء واحد تخذ، مع العلم على أن الموجودات الخارجية حنا شفنا كيفاش نقصت من 5.5 شهور لأربع شهور في ظرف 6 شهور. السيولة تقريبا، وسبق الأخ تكلم عليها، يعني الآن أزمة ديال السيولة في البلاد، انكماش الاستثمارات، وزيد وزيد وزيد. هذا الشيء كله نتيجة لانعدام الثقة، لأن المنطلقات اللي انطلقت بها الحكومة في الأول وهي تتمرس على الشأن الحكومي، ربما كانت معذورة في ذاك الشيء، هي واحد الخطاب ديال الخوف وديال الترهيب، وساد في البلاد، ساد هذه المسألة هذه، كل شيء ولا تيخاف، كأن المغاربة كلهم فاسدين، وهما غيجيو يحيدوا هذا الفساد. وهذا إشكالات كبرى. احنا من الخارطون نحاربوا الفساد، ولكن كيفاش غنحاربوه؟ وشنو منين غنبداو؟ منين غننتهيو؟ وهنا راه كاين القضاء في البلاد. إذا كان احنا ما يمكنش الحكومة تحول إلى غرفة اتهام، تهم اللي بغات وتعفو على اللي بغات. عفى الله عما سلف، هذه الكلمة هذه راه خلقت واحد البلبلة في البلاد. إذا قرار واحد هو قرار الزيادة في المحروقات. كانت عنده واحد عدد نتائج، قالوا لنا ما غتزاد شيء في الاسعار، المواطن اليوم تعرفوا واش تزادت ولا ما تزادتش. اذا بالنسبه لينا حنا تنسجلوا باختصار تنسجلوا ديك الغياب المقاربه التشاركيه في قضايا كبرى. ما تشاركناش الحكومه كمعارضه حنا في واحد العدد ديال القرارات. لا قرار تاجيل الانتخابات، ولا قرار كبير جات الحكومه وقالت لنا تنأجل الانتخابات. هذا
قرار ديالها. عندنا المشكل ديال مجلس المستشارين اليوم بعد 15 عندنا 15 يوم ولا 15 يوم يتحل البرلمان. كيفاش الوضعيه ديال مجلس المستشارين؟ بقى الصمت، ما فتحتش معنا الحكومه الحوار باش كيفاش غادي ناخذوه، لان خاص 90 يمشيو، انتهى الاجل ديالهم القانوني. واش غتخليه هكاك؟ واش غتمدد؟ واش ما تمددش؟ قرار غتجيو غتنزلو من الفوق. فيما يتعلق بالمخطط التشريعي، انا في لجنه العدل والتشريع لا نتوفر على مخطط تشريعي نهائيا، ما كاينش، سمعناه في الصحافه بحالنا بحال الناس. فيما يتعلق بالتنزيل ديال الدستور، قانون تنظيمي واحد، وملي جابتوا لنا الحكومه كانت تقولنا هذا عنده طابع استعجال وسربي والمؤسسات ديال الدوله واقفه، وخرجناه هذه تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور. فين حصل؟ هذه 4 شهور والحكومه تدابز على المرسوم التطبيقي ديال هذا القانون هذا، وكل شيء موقف. شنو المشكل؟ تقول لي ما راه كاين انسجام وكاين تضامن. اتهامات كاينه داخل الحكومه بين اعضاء الحكومه، تتهموا وزير بانه ماشي هو اللي صايب ذاك المرسوم، وراه كل شيء موقف وباقي معطله المسار دابا تقريبا هذه 5 شهور، في حين اننا كنا نامل على ان المرسوم كان يتماشى من تي تصايب القانون التنظيمي كان يتصايب المرسوم، باش يخرجوا فتره واحده ونحيدوا هذا. الى ان مشينا في هذا الاتجاه هذا ما نخرجوش، ما غننزلوش هذوك 17 قانون تنظيمي اللي تتوقف عليها التنفيذ ديال الدستور. الله يخليك، راه وصلنا الوقت البرنامج. الله يخليك. لا شي واقيلا كلام في الاخر. لا الى 30 ثانيه لواحد، لان كاين موعد اخبار. تفضل تفضل. الله يخليك، غير عباره عن خلاصه في 30 ثانيه. تفضل سي حميد. مسؤولين ونكونوا ايجابيين، هذه مرحله انتقاليه، وهذه المرحله الانتقاليه تتطلب التكيف، والجميع ينبغي ان يتحمل مسؤوليته. الحكومه اليوم ما كتسوقش خطاب ولغه الخشب، كتكلم بمعطيات وكتكلم مع المغاربه بلغه صادقه وكتحط الامور بواقعيه على اساس ان كل واحد يتحمل مسؤوليته. وما بغيناش الاداء ديال المعارضه يكون مثير للشفقه. هذاك القاموس ديال الحرب البارده قبل انهيار الاتحاد السوفيتي راه ما خدامش دابا، راه وقعت تحولات كبرى في العالم، ماشي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، من بعد النظام العالمي الجديد. واليوم راه كنتكلموا على الربيع، راه اللي مازال ما فاقش من النعاس خصو يتوقد ويفيق ويفهم باننا امام مرحله. لكن اسمح لي تقال كلام على الدكتور الخطيب رحمه الله. هذه مناسبه باش نترحموا على واحد الرجل اللي عالم من الاعلام ديال المغرب، كان يؤمن بالنظام الملكي صادقا، لكن كان ناصح امين وله الشجاعه على ان يقول لا وان يقول نعم، يقول نعم في الوقت المناسب ويقول لا في الوقت المناسب. تفضل. وهذا أسس لي ثقافة جديدة نحن ننهل منها اليوم، ولنا الشرف أن نعتبر نفسنا امتداد للفكر الذي أسسه. تفضل. الدكتور الخطيب الذي قطع انتخابات وأعلن رفضه لحالة الاستثناء. أعطيني رجل القصر بحال هكا، أنا مساعد. تفضل. أنا بغيت نقول بسرعة جوابا على الكلام اللي تقال بأنه أنا لما تحدثت عن الكائنات الانتخابية كنت أتحدث في سياق من كان يردد بأنه جاء ليعيد للمشهد السياسي وكذا وكذا وكذا. من المواطنات والمواطنين بحال فتيفلت اللي ذكر عليها الأخ، راهم تيعرفوا شكون هما الكائنات الانتخابية ديالنا وشكون هما الكائنات الانتخابية ديال الآخرين. بغيت نقول باش نكونوا إيجابيين كذلك، كما قلت في البداية، الأولوية أولى الأولوية ديال الأولويات القضايا الاقتصادية والاجتماعية اللي ضروري مجابهتها بشكل سريع فعلا من اجل تقويه الثقه في المستقبل. بغيت نقول كذلك بانه في اطار التوافق اللازم وفي اطار تشاور موسع، يجب ان تبشر الحكومه في اقرب الاوقات القوانين التنظيميه الاساسيه من اجل ان نستكمل كتابه الدستور، كي يتعلق الامر بقوانين اساسيه تنظيميه وبعض القوانين العاديه ذات اهميه قصوى بحال قانون الانتخابات، القانون المتعلق بالامازيغيه، القانون المتعلق بالهيئه ديال محاربه الرشوه وغير ذلك. شكرا لك سي كريم تاج. شكرا سي عبد العالي حميد الدين. شكرا سي محمد حنين. سي عزيز بن عزيز، للاسف الوقت ديال البرنامج. شكرا للمشاهدين الكرام، والى اللقاء الثلاثاء القادم بحول الله.